حريات جديدة يحملها مشروع تعديل الدستور الجديد، التمسها الشعب والمجتمع المدني والأحزاب بما فيهم المعارضين للسلطة. أغلب المصوتون بلام الأحزاب السياسية هم إخوان لنا وشركاء لنا في النضال السياسي، كانوا إلى وقت قريب هما في معسكر المقاطعة، والآن نحن نرحب بهم ترحيبا كبيرا لأنهم أصبحوا معنا في نفس باخرة المصوتين والمشاركين على الدستور، ونحترم قرارهم في التصويت بلا كما يجب عليهم أن يحترموا قرارنا بالتصويت بنعم. فالشيء الأساسي إحنا نطلب من كل جزائري أنه يمشي الانتخابات، يمشي لهذا الاستفتاء الدستوري، ما يكونش هذا العزوف، ما يكونش هذا الناس غير مبالية بأول قانون اللي يبني الدولة الجزائرية. توافق الخصوم السياسيين للرئيس والتفاف الشعب حول مشروع تعديل الدستور أمر يطرح نوعا من الإجماع حول محتواه وتطلع كبير حول مشروع الجزائر الجديدة. على كل حال يعني في طريق الصواب، يعني بدأ أمور تتحسن بالنسبة للوطن قاع، يعني نطلب من الشعب على كل حال يتجهوا قاع يوم أول نوفمبر للاستفتاء على الدستور، على خاطر هذه هي خطوة جديدة كما يقول لك راح ندخلوا في جزائر جديدة. أحسن من الدستور الأول، يعني الدستور يكون هذا لو جاء إن شاء الله يكون أحسن من الدستور الأول، ماشي كما نقولوا كلمات على الورق برك، ما دامنا يطبق على أمر الواقع. يختص المواطن الجزائري او يحوس على هذه النقطه، الدستور يطبق على جميع الناس، يعني على الضعيف على الفقير على الغني على احنا متبارك نتفائلوا خير ان شاء الله واللي يجيبوا ربي هذاك هو. اقل من شهر يفصلنا على تاريخ الفاتح من نوفمبر، تاريخ استفتاء مشروع تعديل الدستور اسمى وثيقه في البلاد، دستور ستبنى عليه جزائر التغيير.